نبتدي بوصفة الفراخ. عندي هنا حلة على النار، وعندي الآتي: عندنا بصل، وعندنا مشروم. المشروم على فكرة من الحاجات اللي ما بقتش غالية خالص مقارنة بأسعار حتى اللحوم والفراخ، وده كله مشروم متوفر في مصر مش مستورد. يعني في ناس كانت فاكرة إنه الحاجات دي بتبقى غالية جدا، خالص وأحلى بكتير من المشروم المعلب. عندي كمان هنا الزعتر، وعندي صدرين فراخ مقطعينهم شرايح. هاخد دلوقتي زبدة، ممكن نعمل خلطة من الزبدة والزيت. خلصنا الحليب ده. أنا حبيت أحط على وش الفطيرة جبنة، بس قلت لما تستوي نحط جبنة على الوش ونسيحها، مش في المرحلة دي. هاخد زبدة وهضيف عليها شوية زيت. هنقوم واخدين جزء من الزعتر الأول علشان يطلع منه كل الزيوت العطرية في الزبدة والزيت. ريحة الفيومز، البخار اللي طالع لوحده يجنن. هناخد شوية برضو من أعشاب الروزماري، كل دي عطور المطبخ الطبيعية. عشبة الروزماري دي بتدي طعم رائع وليها فوائد كتير يا جماعة، نسمع عنها اليومين دول كتير للشعر، بياخدوا منقوع الروزماري وبيستخدموه للشعر. هحط البصل، أعلي الحرارة، هزود شوية زيت. لو بتعرفوا امتى تزودوا لما تلاقوا انه اللي ضفتوه شرب كل الكمية. اذا شوية البصل دول مع الروزماري والزعتر والزبدة والزيت بداية فطيرة تجنن. هنقوم دلوقتي واخدين الفراخ تقطعها شرايح مكعبات زي ما تحبوا، ونبتدي نديها تحميرة. لازم تستوي تماما الفطيره قبل ما ندخلها الفرن، لانه احنا الفرن الجلاج ما بياخدش وقت، يعني سواه سريع جدا جدا. فهنا لازم نسوي كويس. بهاراتنا ملح وفلفل، لانه الاعشاب اللي حطيناها الروزماري والزعتر هي اللي هتدينا الطعم. تعالوا اقول لكم سريعا عن المشروم. المشروم بكل بساطه بتاخدوه، اهم حاجه فيه بس ما يبقاش عليه تراب، لانه هو من الحاجات اللي بتبقى قريبه من التراب. خلوا عندكم في المطبخ فرشة على الحوض دايما نظيفة. الفرشة دي تقدروا تشيلوا الأتربة من على المشروم. المشروم في ناس تقولك يغسلوه بيتغير قوامه لما يتغسل، بيبقى ربري. يا إما في ناس بتاخد فوطة وبالفوطة دي بيفركوا المشروم، بس أنا بلاقي الفرشة ألذ. هنقطع المشروم شرايح بكل بساطة، وعلى فكرة غني بالبروتينات وقليل السعرات، وبجد بيتعمل منه أحلى الوصفات. يعني قادرين نقول شعر بالمشروم، شايفين؟ طبعا هو من الحاجات اللي الفوليوم حجمها بيقل كتير في الطبخ، يعني الكمية الكبيرة بتقل لما نيجي نطبخها، فهنحط كمية حلوة عشان نقدر نسميها فطيرة فراخ بالمشروم. لو لاحظتوا ما حطيتش أنا ملح دلوقتي، مش عايزاها تنزل المية، عايزة الفراخ تتحمر. فهنعمل إيه إحنا؟ انا وقت الفاصل صح، هنطلع فاصل لحد ما تستوي الفراخ، اروق شويه حواليا ونرجع نكمل حشوه فطيره الفراخ ونحطها في القالب. استنونا. الفراخ استوت تقريبا، دلوقتي هحط المشروم. المشروم كميته بتقل جدا، هحطه كله، نديله تقليبه. تعالوا دلوقتي نحط له الملح. عادة لما نيجي نحمر المشروم بقول ما نحطش عليه ملح، بس احنا هنا بنعمله مع الصوص، فما عنديش مشكلة خالص. بالعكس الملح هيساعدني انه يقل حجمه بسرعة وينزل لي الجوسز بتاعته، الفليفر. فلفل اسود، نديهم تقليبة. هو دلوقتي مع الحرارة هينزل كل السوائل، وهنعمل صوص. طبعا الصوص هنحتاج له زبدة ودقيق، فخلي بس المشروم يدبل. تعالوا نروح الفرن. عندنا بالفرن قلنا الصينية هتكون امتصت السوائل، شايفين امتصتها. فهقوم اخد شوية من السائل تاني علشان احط السمسم ويلزق عليه. ما كانش ينفع احطه في الاول والسوائل كتيرة، كان
هيطلع فوق ومش هيلزق عليه. خلوني اجيب السمسم، ناخد السمسم ونرشه في المرحلة دي على الوش، بيفرق قوي قوي في الطعم بالذات مع الجبن. خلاص نحط دول هنا ونرجعها الفرن تكمل السوا. فدونا الشوية اللي فضلوا دول، نرجع للمشروم. شايفين دبل ازاي بسرعة؟ اذا ملح وفلفل، روزماري وزعتر، شوية ثوم بودرة، ولو حابين ثوم فريش ممكن. دلوقتي هنعمل الصوص. الصوص هنعمله بالزبدة والدقيق. فهاخد دلوقتي شوية زبدة حلوين، اسيحهم واحط الدقيق عشان عايزين الصوص بتاعها يبقى تقيل علشان ما تفكش الجلاش. فبنحط الزبده مع الدقيق، ولما نحط دلوقتي الحليب والكريمه هيمسك ويبقى تقيل. نحمصهم بس مع بعض. وعندي هنا الحليب، نحط مقدار من الحليب الاول. طبعا لما يتعرض للحراره والدقيق والزبده هيتقل على طول. شايفين؟ شفتوا تقل ازاي؟ بسبب اضافه الدقيق شايفين ازاي تقيل؟ والزبده. دلوقتي هنضيف كريمه، ممكن ما تضيفوش كريمه بس تديها ريتشنس غنى، شويه كريمه. وهي دي حشوه الفطيره، لازم تبقى تقيله ولازم لما تتحط تبقى بردت. عشان كده هنركنها على جنب ونبتدي بحشوه الجبنه علشان ما نحطش حشوه سخنه على فطيره وتقطعها. خلوني بس هنا اديها تقليبه، اطفي النار، البوتاجاز ده هيفضل سخن شويه ونظبط. عايزاها حاساها عايزه فلفل اسود كده، رشه حلوه، رشه ملح لانه ضفنا سوائل. ودي من احلى الحشوات اللي هتجربوها، ممكن تتعمل فوقها ماش بوتيتو اللي هي بطاطس مهروسه. هطلعها في حاجه عشان تبرد. عندي ايه هنا؟ هتطلعها كده، هطلعها بطبق علشان تبرد بسرعه، لان لو سبناها بالحله هتفضل سخنه، احنا عايزين نستخدمها. فنحطها، شايفين تقيله ازاي؟ في العادي هستنى عليها شويه، بس دلوقتي عشان عايزاها تبرد هطلعها في طبق علشان نحشيها جوه الجلاش. شايفين قوامها عامل ازاي؟ بشاميل وتقيل اهو. خليها تبرد على